مبروك، احنا بنقول مبروك لمثل هيك، مبارك لهم. احنا نايمين على الساعة 6:30 يعني او 5:15، بيجي عندي ولد كان مطارد، بيجي بتريح بنام عنا، فامه عملت له كاسة شاي شربها وقال لي بده تريح يابا، قلت له تريح فوت تريح. كنا صلينا الصبح، والمرأة عندي ام ادهم بتطلع بالعادة على 6:30 عند دار اهلي يعني عند عمتها، بتشوف شو بدها طلباتها، فتحت الباب الا بتقول لي الجيش قوات الخاصة محاصر، الجيش محاصر الدار. طبعا قمنا كلياتنا ما تفاجئناش، يعني احنا يعني عارفين هذا الاشي مستعدين له، حتى هو كان مستعد، ما كان مش مغير يعني، لسه نايم بأواعيه. فبحكي له انا بدك تسلم حالك، بقول لي لا يابا انا اخترت هاي الطريق وبدي اكمل للاخر، بقول له الله معك والله يرضى عليك. وطبعا طلع على الطابق الثاني، بلش اشتباك هو وياهم، انا بصيح على الجنود بدنا نسلم حالنا بدنا نطلع من البيت، ما خلاني يعني كل كلمه بحكيها يعطيني رصاصه على الكزاز عنا بالخلفيه البيت. فخلص الطخ، فقلت انا انه ادهم ربنا الله، يعني حطيت ببالي انه او في كل ذكري في ذاكرتي انه الولد استشهد، ما في صوت، لانه حاول بعد ما خلصت منه الذخيره حاول ينزل على الناحيه الثانيه، فاستشهد في الناحيه الشرقيه بينه وبين ابن عمه. فدخل الجيش طبعا بعد كل اللعبه، دخلوا الجيش برصاص الطخ يعني، واحنا جوا قاعدين بالغرفه بس ما يطخوا علينا يعني، كانوا يطخوا على الواجهات. فنادوا علينا طبعا، طلعنا برا، نزلونا تحت بيت الدرج وحطونا، وبعد يعني بجوز نص ساعة بلشوا تحقيق معنا، ضربوا أخوه واعتقلوا أخوه طارق زايد المصري، وتبين فيما بعد أنه استشهد أدهم زايد المصري، الله يرحمه ويتكبر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. كان أسير محرر سجن بال 2019 عند القوات الإسرائيلية 12 شهر. أدهم عمره 25 سنة، تعلم إشي بسيط بالجامعة، فكان يشتغل معي في المحل، وعندي حمامات الحمد لله كان يساعدني، كان كاين بشغلي. بآخر فترة كان عندنا شهيد من يمكن من شهر ابن عمي له، فاختار طريق ابن عمه واضطرب. شاب ما شاء الله عنه، لكل الشباب بتعرفه، الحمد لله رب العالمين، هذا فخر وإشي برفع الراس، الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل رب العالمين. شاب ما شاء الله عنه أخلاقيا واحتراما وبحاله، الحمد لله رب العالمين.